بشوف ان مباراه القمه دي ما لهاش مقاييس، ولكن انا شايف ان النهارده مستر كارتيرون عمل حاجه، دفع بالناشئين وده حاجه كويسه. برضو ان هو بيريح ناس، انا عملتها برضو قبل مباراه النادي الاهلي وريحت ناس في الاسيوطي في ولايتي الاولى وكسبت النادي الاهلي. فاعتقد ان النادي الزمالك يمكن اقرب من النادي الاهلي في الفوز بالمباراه، اقرب بدون تحيز. الله تمام، شكرا كابتن.